متكلمي الإسلام الأوائل مميزوش بين أنواع الشرور أخلاقي وطبيعي، لكنهم اعتبروا الشر حقيقة واحدة بغض النظر عن مصدرها أو مجال تأثيرها. الأساس اللي اعتمد عليه المتكلمين في تعريفهم للشر أساس أخلاقي محض استمدوه من نظريتهم في طبيعة الأفعال. أما فلسفة الإسلام اعتمدوا على أساس وجودي محض استمدوه من تحليلهم لفكرة الوجود. على أي حال، أقر معظم المتكلمين والفلاسفة بأن الشر موجود في العالم، لكن مين يا ترى مصدر الشر ومحدثه؟ هل هو الله؟ وإزاي من الممكن أن يكون الله كامل الخير بفعله الشر؟ ولو كان فاعل آخر غير الله، هل يجوز وجود شريك لله في الملك؟ المعتزلة نزهوا الله عن خلق الشر بأي صورة من الصور، لأن الشر فعل نقص يتضمن الضرر والقبح، والله منزه عن القبح، لا يفعل القبيح أو يريده، فالله عالم بقبيح القبح، مستغن عنه، بريء من كل نقص. وبناء عليه ذهب القاضي عبد الجبار في أحد أهم الكتب المؤسسة في الفكر الاعتزالي فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة، اللي كتبه عبد الجبار مع كل من أبو القاسم البلخي والحاكم الجشمي، إنه من غير الممكن إضافة الشر إلى الله حتى ولو على وجه المجاز، ممتنع عن تسمية الله شرير، لكنه اعترف إنه مسبب لكثير من الأضرار. الله عالم بقبح القبيح، غني عن فعله، ومن هنا لا يجوز على الله فعل الشر والقبائح، لأن الجاهل بقبح القبيح هو فقط من يقوم به أو المحتاج إليه لتحقيق غرض ما، وكلاهما لا يجوز على الله. واعتبر عبد الجبار إن المسؤول الوحيد عن الشر في العالم هو المخلوقات الحية المريدة، لأن أفعالها محكومة بنعمة حرية الإرادة. الأضرار في المنظور المعتزلي ضرر قبيح، وهذا لا يجوز إضافته إلى الله إطلاقا، وضرر قد يسمى شرا مجازا كالشدائد والأمراض اللي بتصيب البشر، وده من الممكن أن يضاف لله. وبالرغم من إقرار عبد الجبار إن الله وصف عذاب النار بالشر، إلا إنه اعتبر ده مجاز وجادل إنه عدل وحكمة وليس بشر، لأن الله لو فعل الشر لوجب كونه شرير، وهذا باطل. التفسير البسيط ده اللي اعتمد في الأساس على التأويل اللغوي ما قدمش حل للإشكالية، لكنه وفر الإطار اللي من الممكن استخدامه لحل الإشكالية، لأن مازال على المعتزلة تفسير المصائب والكوارث الطبيعية، إما بنسبها لغير الله الأمر اللي بيعد باطل شرعيا، أو بنفي كونها نوع من الشرور، وده كان الاختيار المناسب من وجهة نظره. فذهبوا لأن كل الأمراض والكوارث شرور، لكن على أساس المجاز، إن الله ما خلقش شر بدون عدل أو حكمة. إدخال القبائح والكوارث الطبيعية دي في باب الحكمة الإلهية اقتضى من طيار المعتزلة البحث عن أوجه النفع فيها، وحنلاقي في كتبهم صور عديدة للمنافع دي اللي من الممكن تصنيفها لأربع أنواع: واحد، الامتحان والبلوى واللي بيتبعها من عوض من الله على صبر العبد على المحنة، حكمة خلق الله للمحن من الأمراض والحيوانات المفترسة والكوارث الطبيعية هو تعريض البشر للاختبار والصبر على المصائب لتمكنهم من درجة الصابرين، زي مجادل العلامة والأديب المعتزلي الجاحظ الكناني في عمله الممتع الحيوان، اللي أنصحك بشدة بقراءته لو ما كنتش لسه قراءته، وقال إن الصبر لا يكون إلا على مكروه، وإنه لا فرق بين مكروه سببه سبع وآخر سببه مرض. اتنين، العظة والعبرة. صور الشر، الأمراض، الكوارث بتقدم عظة وعبرة للبشر العقلاء اللي هيخافوا الله ويحذروا من خطرها. تلاتة، الانتقام من الظالمين والمتجبرين. حكمة الله في خلق الشرور الطبيعية هي جنوده في الأرض يهلك بها الطاغين والمتجبرين. أربعة، القبح شرط لظهور الحسن وإدراكه، فبضدها تعرف الأشياء، ووجود الشر مكافئ للخير في الوجود، يعطي الإطار المناسب للاختيار الإنساني وللصراع بين الحق والباطل، فيظهر المحسن من المسيء والمصيب من المخطئ. أو زي ما الجاحظ عبر عن الفكرة ببلاغة في الحيوان وقال: لو كان الشر صرفاً هلك الخلق، أو كان الخير محضا سقطت المحنة وتقطعت أسباب الفكرة، ومع عدم الفكرة يكون عدم الحكمة، ومتى ذهب التخير
ذهب التميز، ولم يكن للعالم تثبت وتوقف وتعلم، ولم يكن علم ولا يعرف باب التبين، ولا دفع مضرة ولا اكتلاب منفعة، ولا صبر على مكروه ولا شكر على محبوب.